يا وليي وقائدي ومرجعي هذا الرجاء، وأنت الكريم ابن الكرام، وهو أن تكون شافعاً لي يوم القيامة. أتمنى قبول ذلك منك سيدي. قال من ورائكم، كلنا في ذلك اليوم نتشبث بأهداب أهل البيت عليهم السلام، بأهداب ثيابهم وحللهم المقدسة التي يكسون بها من الجنة، ونقول أنجدونا اشفعوا لنا عند الله عز وجل، نحن نحبكم فمعكم إلى الجنة، معكم إلى الجنة، وأنا مع سيدة الجنة صلوات الله عليه. يا أكبر من أميره أبوك بمهدك يطوف المهد ويقبل يدك، كبرت بذاك حجره وحفيد الزهرة زهره.